لله وإنا إليه راجعون. لله وإنا إليه راجعون. الصديقات والأصدقاء، أخوات والإخوان، رزقنا اليوم في فقدان واحد من أعز إخوتنا. رزقنا اليوم في خسارة واحد من أهرامات بلادنا. اليوم أخوات الإخوان، فقدنا أخونا وصديقنا وحبيبنا وأستاذنا الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي، اللي خطفوا الموت بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار. تعازي الحارة والصادقة الأبناء عمر محمد والابن ديالو، وتعازي الحارة الوالدة ديالو سي عبد السلام البقيوي. كم تعرفوا المغاربة عبد السلام البقيوي، وحنا مغاربة معروفين بعلاقتنا بوالدينا عبد السلام البقيوي. كان رجل وفي ماشي فقط المبادئ، وفي الوطن، وفي الجميع الناس اللي كيعرفهم، وفي الوالدة ديالو، وفي الأبناء ديالو. كانت عنده واحد علاقة بالأم ديالو، علاقة مثيرة جدا، كما بالدارجة كما تنقولوا مرضي، وكيتعامل مع مو واحد المعاملة حضارية حقوقية، لأن عبد السلام البقيوي ما كانش حقوق الإنسان غير كيهضر بها، كيمارسها، كيترجمها. عبد السلام البقيوي، عبد السلام البقيوي ما يمكنش إنسان يعرفه ويقرب حداه وما يبغيش، ما يمكنش إنسان يعرف عبد السلام البقيوي وما يحترموش. عبد السلام البقيوي راجل بالمفهوم ديال الكلام ديال المغاربة، يعني راجل. ولهذا أنا أثرت عبر هذا اللايف هذا باش نرتي خويا ورتي صاحبي، ولو أن اللي قلته في حق عبد السلام البقيوي قليل، وخا نقول اللي قلت. تعرفوا عبد السلام البقيوي واحد الإنسان عظيم وعظيم جدا. تصوروا معايا المغاربة، تصوروا معايا، نعاودكم واحد الواقعة من هنا ياكل من هنا ضخش والله ما عرفت من هنا. عبد السلام البقيوي واحد الإنسان، كانت واحد المناسبة ديال عيد العرش، وكان هو رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، وجابوا له داك اللباس ديال عيد العرش باش يحضر المراسيم ديال البيعة. هو رجل كتعرفوه يساري، وما عندوش هاد الطقوس التقليدية ديال اللباس والطربوش والجلابة وديك المصاحب، داك الشيء من أجواء اللي كتعرفوها. والمرة ديالو مسكينة كانت حية، وجا عند مرته وجاب لها الدعوة، قال لها هما عيطوا لي باش نحضر الطربوش وديك الطقوس. قالت له مسكينة الله يرحمها، قالت له ماشي هذا السي عبد السلام اللي تزوجت، وماشي هذا هو السي عبد السلام اللي عشقت وبغيت. ونقز عليها مسكين وباسها من الجبهة ديالها، ديك تعرفوا ديك البوسة ديال الحب وديال الاحترام وديال التقدير. من وراها بشهر مباشرة غادا تموت مرته، من بعد هاد الواقعة ب30 يوما غادا تموت الزوجة ديالو مسكين. تصوروا المغاربة باش تعرفوا عبد السلام البقيوي أنه من معدن خاص ومن معدن غالي جدا. مات هو باقي يعني راجل كامل، يعني الشباب ديالو برزقه وجميل، وما بغاش يتزوج عليها سنين ومنين، تقريبا شي 12 عام ولا 13 عام ولا اكثر، وما تزوجش على الزوجه ديالو. باش تعرفوا بان الاستاذ عبد السلام البقيوي هو انسان مخلص لزوجته رحمها الله، مخلص الابناء وعلاقته بولده. كيفاش كيهضر مع ولده عمر، كيفاش يهضر، خصكم تشوفوا عبد السلام البقيوي داخل الدار ديالو، كيفاش كيتعامل مع ولاده وصحابه، كيفاش كيناقشهم، كيعيط له غير سيدي عمر، سيدي محمد، سيدي فلان. وانا دائما المغاربه كان كيناديني بسيدي حميد، سيدي حميد مسكين.
ايوا يا المغاربه خصنا نحزنوا عليه لانه انسان عظيم. ماشي ايها الناس، ايوا رجل مناضل المغاربه، مواطني، كيبغي الشعب المغربي، كيبغي الفقراء، كيبغي الفقراء بزاف، وكيبغي ما تيحملش الظلم، كيحملش الحقره، ما كاينش كيتمحلس، عمرو ما تبيض قرشي واحد جامي. راجل نفسه هنا حار، ما عندوش كاع مره، وما عمرو ما يقولك ما عنديش، ولا يحتاج شي واحد، ولا يتبيضق، ولا يساوم على مواقفه ولا المبادئ ديالو. بقي وحقوقي بالمفهوم الواسع للكلمة، ولهذا كيستحق منا المغاربة رتيوه، كيستحق منا نعلنوا اليوم حداد وطن. أنا عارف الدولة المغربية ما كتعترفش بالرجال، الدولة المغربية ما كتعترفش بالرجال، كتعترف شكون اللي كيخدم معاها، وشكون اللي كيبايع، وشكون اللي كيتبحلس، ولكن الشرفاء الأحرار بحال البقيوي غتعامل معاهم الموت ديالهم كأنها موت عادية، بالعكس غتجاهلهم، ولكن إلا تجاهلتهم السلطات حنا ما غاديش. حنا الحمد لله النقيب البقيوي في قلبنا، ما عمرنا ما غنساو النقيب البقيوي. فالابن ديالو اكد ليا بان مراسم ديال الدفن غادي تكون في من بعد العصر، حنا الان في الطريق ديالنا لحضور هذه الجنازه هذه. فعزاؤنا واحد، الاسره ديالو مجددا، عزاؤنا واحد للعائله ديالو، عزاؤنا واحد للشعب المغربي، لان كما قلت لكم ما خسرش الاسره بحدها استاذ نقيب بقيوي. نقيب بقيوي خساره للشعب المغربي وخساره للانسانيه كافه، لانه كينهض على حقوق الانسان بصرف النظر على اللون وعلى الطبقه وعلى العرق. نقيب بقيوي انسان حقوقي مسكين. تصوروا معايا، نقيب بقيوي قال لي ما غنشريش الحاويه ديال العيد من اجل الريف، قال لي كيفاش غنذبح انا وخوتي كيذبحوا. نقيب بقيوي قال لي ما غنذبحش العيد لانه كان ريفي، هو مغربي وكوني، ولكن ريفي عنده عزاز ريافة اخوان ديالو، وكان هزها من الريف بزاف وتجرح بزاف ديك الاعتداءات ديال السلطات على الريف. ومسكين قال لي ما غنذبحش الحولي، ما غنعيطش يا حميد. قال لي كيفاش غنذبح، وخوتي مذبوحين. ومسكين كان مريض، مسكين مريض، ومشينا للحسيمه انا وياه الاستاذ الحب حاجي، وهو مريض، مسكين، وكان يمشي معايا الميلف ديال صلاح الدين الخاي الاسفي، مسكين ما يتقدى حتى درهم، ما يتلقى حتى درهم، مريض مسكين، وماشي غير في عدد من المحطات اللي شركناها جميع. ولهذا المغاربه عزاؤنا واحد في فقدان واحد كما قلت من أشرف الحقوقيين. نقيب البقيوي لا يساوم ولم يهادن طيلة حياته، وعاش حرا، أبيا، عاش شامخا ومات شامخا، مات مسكين حتى في اللحظات الأخرى، واللي بقى فيا انني كنعيط له البارح وما كيجاوبنيش مسكين، اول البارح يومين هادي كنقول له واش تمشي معنا لهنا لعند الحب حاج ديال المؤتمر الجمعيه، كما كيعرفوه جميع المغاربه نقيب راجل كما قلت واجتماعي وانسان ومعارض حقيقي، معارض شرس. وكان نقيب بقي كذلك من الاشياء التي تسجل له انه كان محب لمهنته، كان عنده علاقه قويه بالمحامين، ما يحملش شي واحد يضر له في المحامون، وحتى المحامون يعني الا كان شي واحد مقلقه هو ما كيتسترش على المحامين الفاسدين. كان راجل ولكن مع ذلك كان كنحس به، ما كيبغيش يشوف شي محامي في شي وضع خايب، الا كان شي محامي كنحس به مجروح لداخل، كان كيدافع على المهنه وكيدافع على المحاماه. والفتره ديالو كرئيس لجمعيه هيئات المحامي المغرب كانت من أروع الفترات في تاريخ الجمعية، أروع فترة عشتها الجمعية، عشتها مع النقيب. مشى كيضم مع 20 فبراير والبيانات ديالو مع 20 فبراير، وكيخرج في الميدان وكيدافع على الحقوق. فالنقيب البقيوي هو خسارة كذلك للمحامون المغاربة. النقيب البقيوي
مالي تعزل القاضي الهيني باش تعرفوه. يعني هذا الرجل كيفاش داير مؤمن باستقلالية السلطة القضائية في ديك اللحظة؟ كان الوحيد بين النقباء المغاربة، الوحيد بين رئيس جمعية هيئات المحامين المغرب اللي انتقل إلى مدينة القنيطرة، وكتذكروا الكلمة ديالو الرائعة والشهيرة أمام استئنافية القنيطرة، ومشى كما تنقولوا بعروقه في الملف ديال القاضي الهيني، كما ضمن بعروقه مع القاضي قنديل ومع القاضي عنبر ومع جميع القضاة. وهذا كيعكس مدى إيمان أستاذ النقيب بقيوي باستقلالية القضاء والدفاع على استقلالية السلطة القضائية. فعزاؤنا واحد الشعب المغربي، والحمد لله النقيب بقيوي ما غاديش يموت، غيبقى في القلب ديالنا. صحيح حنايا مفجوعين كنعتبروا اليوم حداد، انا كنعلنها شخصيا حداد، كنعلن انا شخصيا حداد لمده ثلاثه ايام كنعلن هذا الحداد هذا في علاقتي بالناس اللي محسوبين علينا الحمد لله، اسره واللي كيبغيوني، كنعتبر حداد لمده ثلاثه ايام، عرفانا ووفاء لروح هذا الفقيد. نقيب بقيوي المغاربة من أشرف الحقوقيين، راجل ما تسجلش عليه، والله ما تسجل عليه فساد، جرام الفساد ما تسجلوا عليه، وليت وأعطيه مال الدنيا. كان حريص على القناعات ديالو وعلى مبادئه، حريص على صورته الحقوقية، حريص على مكانته وعلى تاريخه. عاش مسكين، بدا في التجربة ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومن بعد مسكين موقع الصداع مشى في التجربة ديال 75 مؤتمر استثنائي، ومن بعد من غينحارف الحزب ديال الاتحاد القادة ديال الاتحاد الاشتراكي، غادي يمشي مسكين مع اللجنة الإدارية عبد الرحمن بن عمر وأحمد بن جلول. وباش تعرفوا هذا الرجل عظيم، غترجعوا للسيره ديال احمد بن جلول شنو كيقول على عبد السلام بقيوي، قال لك راجل كيفاش كيذكروا عبد السلام البقيوي. المغاربه ما كاينش ايها مناضل اللي كيقلب على التصاور ولا كيقلب على شكون يقول له راك مناضل، لا، مناضل حقيقي مؤمن بقضايا الشعب، في حياته للشعب. نقيب بقيوي مسكين رئيس جمعيه هيئات المحامين بالمغرب سابقا، ونقيب في طنجة، وما أدرك في طنجة، يعني ممكن يدير التراوات كما كاين محامون اللي دوزوا في الخدمة غير 10 سنين وداروا التراوات، ولكن نقيب بقيوي مسكين ما عنده والو، عنده دويرة ديالو وعنده سيارة وليدات ديالو صافي، وما عمرك تلقى شي واحد يقدر يجبد على النقيب شي ملف يجبدوا على النقيب أنه باع ولا تآمر ولا دار شي صفقة ولا والو، من غير الهضرة الخاوية. حقا راه كان في هذا الحزب، راه مشى لهذا الحزب على قناعاته، حقا راه كان داير هكا، حقا راه كان منير فيه، حقا راه كاين، عمرك تسجل عليه أنه كان فاسد. ودول المغاربة هما الثروات ديالنا وهما الأهرامات ديالنا، لأن الفساد هو الخط الفاصل. فتحية للشعب المغربي، تحية رحمة الله على النقيب، وعزاؤنا واحد، وكنشكر جميع الصديقات والأصدقاء اللي اتصلوا بيا اليوم في هذا الصباح للمواساة، كنتمنى الأخوات والإخوان ديال مدينة طنجة يحجوا بكثافة الجنازة، المراسم ديال الجنازة اللي غتكون من بعد العصر، حتى عرفانا ووفاء لروح هذا الفقيد. هذا إنسان عظيم المغاربة، إنسان عظيم بالمعنى الواسع الكلمة، إنسان طيب، إنسان كيحب طنجة وكيحب الريف وكيحب المواطنين، وكان وفي الموكلين ديالو، وكيحب المكتب ديالو، وحريص على أسرار المكتب ديالو. هذا محامي المغاربة، ماشي أيها محامي المغاربة، ماشي كاين بحالو، ولكن مني قلال هذا النوع من البشر المغاربة، قلال. إنسان مسكين غير يتقاص، غير نتقاصو موقع بديل، غير نتقاص لقاك كتبت دوينة عليا، غير يسمع شي استدعاء يجي يترافع علينا بلاش ديالو،
خصكم تعرفوا المغاربه هو من الداعمين الماليا ديال موقع بديل، كان من الناس اللي كيدعم ماليا فلوسه رغم الوضع ديالو المادي كيدعم موقع بديل الى جانب عدد من الشرفاء. ولهذا المغاربه النقي البقيوي ماشي ايها ناس تستحق جنازته ان تكون جنازه مهيبه، وانا متاكد ستكون جنازه مهيبه لان الاحرار بزاف في هذه البلاد. وانا كما قلت لكم تصوروا معايا غير هذه 3 ايام خرج بتصريح تيقول ما غاديش يعيد في العيد الجاي لانه ما يمكنش يذبح وريافه مذبوحين خوتو بهذا العباره مسكين. سولت عليه غير صدفه عيطت له لقيته مريض، مريض مسكين طارح الفراش، لقيته مسكين طارح الفراش وهضره بقيت كتجبد هضره. تسولته مسكين العيد فيها تعيد؟ قال لي حامد ما غنعيدش. قلت له علاش؟ قال لي كيفاش غندبح اخوتي مذبوحين؟ واش بصح الناقل؟ قال لي والله ما نذبح صافي قرار. قلت له قال لي في حاله واحده الا تم الافراج على المعتقلين كاملين. قال لي لا ما تفرش على المعتقلين كاملين. قال لي والله لا ذبحت ولا حسيت بعيد ولا ان الناقل بقي انسان عظيم المغاربه، انسان طيب، انسان خلوق، انسان كيستحق لو كنا في دوله ديمقراطيه وكتعترف بولادها وكتعترف بنخابها وكتعترف بكفاءاتها. لأن النقيب بقيوي صحيح كان معارض للنظام ومعارض شرس، ماشي المعارضة ديالو، معارض شرس للنظام، كان كينتقد النظام، كان كينتقد النظام وكينتقد المؤسسة الملكية. ما كانش من بعض الناس ينتقد ديك الحكومة ولا لا، عارف هو لا يؤمن بالحكومة، كان كينتقد المؤسسة الملكية تيقول لك هي من تحكم في هذه البلاد هذه. طبعا هو كينتقد ماشي بطريقة تهورية، كان كينتقد بطريقة مؤدبة بما تخدم المؤسسات. كان راجل ما كانش منافق. النقيب بقيوي تعلمت منه اشياء واشياء، واروع ما في النقيب بقيوي هو الحكمه. كان رجل رزي ماشي متسرع، رجل كيفكر مزيان عاد كيعطي الموقف، وكان رجل ديال الصلح. ما عمرو تجي عند النقيب تقول له شي حاجه ويبدا يعمرك على شي واحد، لا ديما كيتعب في اتجاه ديال ماشي مشكل وحاول تفهم وكذا، افترضوا كاع علاش جيت تشكالوا من شي واحد ولا وقع لك شي حاجه. رجل اصيل ونظيف نقيب بقيوي، فسلام عليك يا صديقي ولترقد روحك بسلام. سلام عليك ايها البطل، سلام عليك ايها العفيف الشريف، سلام عليك ايتها الروح الطيبه. نقيب بقيوي المغاربه لو كانت الدولة دولة دير حداد لثلاثة أيام، لأن هذا حقوقي ونقيب سابق ونقيب سابق ورئيس سابق لجمعيات الهيئات المحامين بالمغرب، الجمعيات اللي هي واحدة من أسرة العدالة ومكونات العدالة، واللي ساهم من موقعه في إرساء، وخا ما عندنا استقلال السلطة القضائية إلى يومنا هذا، ولكن ساهم في إرساء واحد عدد من المكتسبات. نقيب بقيوي أفنى حياته من أجل الوطن ومن أجل الشعب ومن أجل الأسرة، وكان كيتنكر راسه مسكين مريض يمشي فيما بغيتي وحنون، وعاش مسكين تألم بزاف في أحداث ديال الريف، أحداث ديال الريف ألماته بزاف بزاف بزاف، تألم بزاف الاعتداءات اللي وقعت. فتحية لكم الشعب المغربي، ونتمنى من ناس طنجة، نتمنى من الحقوقيين، وكنتمنى من شرفاء الوطن يتم تكريم هذا الرجل هذا اليوم بجنازة مهيبة، وتكون جنازة في قامته الحقوقية وقامته السياسية وقامته المعرفية والفكرية. بقى فيا واحد الحاجة اللي كنت ألم لها بزاف، لأنه كنت مبرمج ندير معاه جلسات على شكل سيرة ذاتية، ولكن مع كامل الأسف كما قال الأستاذ بوزفور يجد دائما من يفسد الحكاية، حتى اليوم سرقوا منا الموت. فتحية لك صديقي وعزيزي وأخي وأستاذي الأستاذ نقيب البقيوي، تحية لجميع الأحرار. أنا عارف أن الأحرار بزاف في البلاد، كل شيء غيتألم داخل الوطن وخارج الوطن، والشعب المغربي وأنا قلتها المغاربة ومؤمن بهذه الفكرة، الشعب المغربي شعب ركبتي معه راجل لراجل، خلينا من الاستثناءات والمنبطحين كنهضرش عليهم، ولكن الشعب المغربي بالمجمل تيقدر ولادو الرجال،
تقدر الكفاءات وتقدر المخلصين الأوفياء. وبالتالي ما يمكنش يتنكر لهذا الشخص هذا ولهذا الهرم هذا ولهذا المعلمة الحقوقية ولهذا السيد هذا اللي يبقى تاج فوق راسه. فما عمر نقيب بقيوي غادي يموت، ما عمره ما غادي يموت نقيب بقيوي. نقيب بقيوي حي في قلوبنا. نقيب بقيوي مسكين دبك مسكين كيمشي معايا في الطريق، كيفاش كنناقشوا كيفاش كيهز الهم مسكين المغاربة والفقراء والدراوش. رجل هذا كان ممكن يعيش بالثروة ويدير الفيلات ويدير، ما عنده ما يدير بصداع الراس، ما عنده ما يدير بصداع الراس. وكيجي بعد مرة كيقرا شي دوينة ديال شي واحد كيبدا يسب فيه. مارد مارد، احنا عندنا مشكلة بشر، ما تعرفوش الرجال، ما تعرفوش الرجال. بعدما هذاك راه يمشي يدير الفلوس 10 الفيلات 40 فيلا يديرها في طنجة ويخلي واحد 3 المليار 6 المليار. كاين المحامون اللي كيشدوا 500 مليون في كازا في ميرف، عندي عليهم الخبار. كاين الميرف اللي كيروح محامي كيدخل على ميرف ديال 3 المليار 4 المليار وداخل في الشبكة مع القضاة ومع وكيل الملك كيضرب في الصفقة ديالو 500 مليون المحامي مليار. نقيب بقيوي ما يدخلش لهاد الوسخ، عطيته 10 المليار. عباد الله ها الثروة، ها الأصل، ها الأصل المغاربة. كيجي واحد بائس يبيع راسو عا بكارو عا بدرهم، تكتب عليه تدوينة أنت النقيب قلتي كنبقى نقرا من أنت الطاول. النقد معقول، انتقدوا البشر، انتقدوا البشر مزيان، النقد هو اللي كيطور. ولكن كاين فرق بين النقد وبين الوقاحة وبين الإشاعة وبين التجني وبين الافتراء. افتراء على البشر فرق. رجل معلمة هذاك النقيب بقيوي، معلمة معلمة معلمة، هذاك رجل عظيم جدا عظيم. ما كاينش خوه أنا بالنسبة لي وسط الحقوقيين، ما كاينش خوه. لأن الرجل باش يكون رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ويكون نقيب في طنجة في بلاد ديال الفساد وديال الرشوة والإغراءات، غالبية غيمشي فيها الفلوس رغم هاد الضغوطات. والله ما يدي منك النقيب درهم رشوة وتكون انت موكل ديالو يترافع عليك ولا طلعتي له في راسه ولا ما يقول لك صافي خذ فلوسك بعد عام ديالك انت فاسد. سلام عليك صديقي، فلترقد روحك بسلام، وتأكد السيد النقيب بأنك ما متيش، وتأكد بأن أولادك أولادنا، تأكد بأن أولادك أولادنا. إحنا النقيب كما علمتينا وعلمونا الناس اللي تربينا عليهم ما كنتنكروش للرجال. إحنا الحمد لله إحنا الرجال كنموتوا معهم في البحر، إحنا الرجال ما كيموتوش في قلوبنا، الرجال كاع ما كيموتوا. ما متيش السيد النقيب، أولادك أولادك أولادنا، أمك منا. طلبوا الله يقدرنا، طلبوا الله يقدرنا. ردوا لك غير جرام، ماشي حتى جرام، أقل من جرام من داكشي اللي درتي مع موقع بديل ومع الزوار موقع بديل. تحية لكم أخوات الإخوان. احنا الآن غادي خارج من تطوان غادي لطنجة الحضور مراسيم ديال شيع جنازة هذا البطل. شكرا للصديقات والأصدقاء جميعا، وسمحوا لي ما تفاعلتش معكم، كنحييكم جميعا. الله يرحم. شكرا سي مصطفى، وشكرا لكم جميعا الأخوات والإخوان. ما كان الدفن وما كان وما كان والله ما عرفتش صراحة، ولكن غيكون غير تما هو الدار ديالو، في الدار ديالو قريبة للولاية، المقر ديال الولاية. ولكن غادي نديرو تدوينه ان شاء الله. انا نقطع معكم لان قبيله ولدو انا كنت ناعس، فيقني مسكين هو اللي عطاني الخبر الوفاه، وفقت يعني كما تنقولوا بالدارجه مقلوب. ثاني ما والله ما كملتش معاه حتى المكالمه مسكين، لانه صافي فقدت مسكين. حتى هو كان ولدو في واحد الحاله محمد يرثى لها ولدو. راكم تعرفوا المغاربه عنده واحد الاولاد ملائكه، ملائكه بالمعنى الواسع ثلاثه، انا تسميهم ملائكه. سيرا واحد الاولاد عنده، ولكن كما تيقول ذاك الشبل من ذاك الاسد وذاك الغصن من تلك الشجره. عرفتي مربيين ولادو التربيه، ما تسمع الصوت وكاع ويكيبكي اسم وحدك، والاخلاق يهضر معاك غير بعمو عمو اي عمو، يقول لك غير عمو عمو عمي. ولادو زوينين باش تعرفوا ان بنادم اللي كيكون اصيل كيولد الاصيلين كيولد
مقبرة المجاهدين بطنجة. شكرا حسن المغتالي، قال لك مقبرة، إذا مقبرة المجاهدين من بعد العصر الإخوان. كنتمنى مرة أخرى كنجدد سكينة طنجة، حيت عارف هاد الدولة كتنكر للرجال، عارف السلطات كتنكر للرجال، ملي كيتعلق الأمر بشي واحد ما نعرف كيف داير كتبقى التعازي وكذا ورسالة وبرقيات وكيمشي ويعزيوس، ولكن كيتعلق بالرجال علاش؟ باش يحسهم تيقولوا زعما ها نهايتكم. حنا اليوم غادي نكرموا النقيب البقيوي، النقيب البقيوي عنده اللي كيبغيه وما أكثرهم داخل الوطن وخارج الوطن. نقيب بقيوي من هادشي المغاربة، حي يرزق. يقول لي مسكينة سيدي حميد، يعيط لي يقول لي سيدي حميد مسكين سيدي حميد، نظرونا ويا غير في الريف وفي المعتقلين، كنهضروا في السق ما بقيتش تهضر معاه في الخاوي كاع مرة. نقي بقي ما عندوش الوقت حتى تهضر مع نقي بقي، ما يمكنلك تهضر معاه إلا في المشاكل الريف الحسيمة في غادي هاد الشيء كذا. ما كان مسكين مات مفقوس على الدولة المغربية، الدولة في الدولة، وممكن تكون الدولة من الأسباب الوفاة ديالو، لأن فقصت فقصت سالنا ريافات كرفصوا عليهم مسكين. ومسكين واحد القضية، تصوروا مسكين كيمشي وكيجبد فلوس مساكن شي ناس كنعرفو. نقيب بقيوي عظيم يعني بمعنى الواسع الكلمة، كان مسكين كيهز الهم. ومشي مناضل، فاش كيعجبني المناضل فاش كنعرف أنا المناضل واعر، المناضل هو اللي كيضحي بفلوسه وبوقته وبمصالحه وكتجي الإغراء. أنا شحال من واحد كنقول لكم المغاربة باش خصكم تعرفوا الخيط النظيم، راه ماشي انك ترفع جمله ثوريه وتقول الملك خصو يموت، لا قول لي بغيتي ما كيهمنيش، ولكن عندي معايير ديال النضال، معايير النضال انا نعطيها لكم المغاربه وفق انا اللي عرفتها وتلمت عليها. المعايير ديال النضال هو الانسان اول كلمه ما يكون جارح في لسانه وما يقولش انا بوحدي اللي واعر، هذه الاولى، ويامن بانه راه كيفهم غير شويه ولكن الاخرين كيفهموا حداه، ويحترم الناس. معايير ديال النضال المغاربه هو الانسان يضحي بفلوسه، حيت الفلوس كذلك محدد، فلوس شي حاجه عزيزه كنشريو بها اشياء، اللي كيجبد من جيبو ويخسر على النضال ويشري لافته يسافر يسمح في المكتب المحاماه ديالو يمشي لقضايا الناس، هذا هو مناضل. المناضل المناضل المغاربه باش تعرف هذا المناضل ما كيبيعش ضميره وتعطيه اللي عطيتيه. بحال نقيب بقيوي كاين اغراءات في طنجه والفلوس ورفض. كما كنقول لكم دائما النضال ليس فقط ان تكون عندك قناعات بوحدها، لا الامتحان كما تيقول اسحاق دويتشر في الكتاب ديالو الثلاثيه ديال المشهوره، النبي المسلح النبي النبي الاعزل والنبي المنبوت، يقول لك الايمان الذي تنقصه الاعمال هو ايمان ميت. المناضل باش تعرفوه راه ماشي انك تعاود تدخل دابا عاد كتسمعوا كيعاير النظام ولا تيقول الثوره صافي محدد صافي درويش لا نقيل، لا ماشي محدد، يقدر يكون عنده مشكل نفسي، يقدر يكون غير ما هكا تجبال، يقدر ماشي بالضروره انه لا، لكن نقول لكم غير ماشي محدد، ولكن بلا نتبعوا في نضاله ما كيأديش الناس، ما كيخونش، كيصون عرض الناس، كيحترم صحابه وفي صحابه وفي الشعب، ما يأديش بلسانه، ما يجرحش، كيضحي فلوسه، كيضحي بوقته، وهذه كلها كانت قيم وخصال في النقيب بقيوي. لهذا أنا كنقول النقيب بقيوي راجل وبحاله كاين في المغرب الحمد لله، كاينين كاينين حقوقيين وكاينين وكاينين سياسيين وكاينين نقابيين وكاينين، الحمد لله البلاد مخطها خير، ولكن اليوم المغاربة تأكدوا بأننا خسرنا واحد لاعب أساسي، واحد لاعب أساسي خسرنا صراحة. فتحية لكم مجددا، وما كرهتش نبقى رتشي النقيب، والله ما كرهت ما نسكتش عام عام وأنا غادي كنهضر عام ونحس براسي ما قلت والو في حقه، لأنه داك السيد خويا المغاربة داك السيد زوين وكان تيبغيني بزاف، كان تيبغيني عنده عزيز انا لواحد الدرجه. قبيله مسكين ولده محمد تيبكي وتيقول لي يا حميد، تيقول له المهداوي راجل، المهداوي راجل عندي عزيز المهداوي، تيبكي مسكين والله العظيم المغاربه ولده هو حي مسكين، تيقول له المهداوي راجل عزيز عليا مسكين. شوفوا الفرق ما بيني وبينه فلاج، وكان كيبغيني كيعزني انا، وعلاش؟ ماشي حيت انا زعما نو، انا بغيت يعطيكم على اشاره انه تيقدر الرجال، وما كيقدر الرجال غير الراجل، راه ما يمكنش شي واحد ما يكونش راجل ويقدرك، وما يمكنش شي واحد يكون راجل وما يقدرش الرجال. فتحية لكم وشكرا لكم، وإن شاء الله احنا في المقبرة للمجاهدين مع العصر، وكنجدد التعازي ديالي للأسرة والعائلة والشعب المغربي والحقوقيين في العالم والمحامون، وتعازينا لكل من عاشر هذا الفقيد هذا الشامخ العظيم.
شكرا لكم وتحية لكم.